بالكرة باتجاه اندرسون يحولها عرضية ساتريانو. جول 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 ساتريانو اخيرا ينقض على الكرة يضعها في الشباك ولا يترك اي فرصة للحارس لويجي سيبي للتصدي. امبولي ياخذ الاسبقية يباغي الدفاع سالرنيتانا وفرحة الجماهير القليلة الحاضرة هنا في ملعب الاريكي. ساتريانو يتفوق اخيرا على فازيو ويسجل الهدف. يتقدم يمر منها مازوكي، مازوكي يتوغل من جديد في المنطقة، مازوكي عمل فردي خطيرة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف رائع، هدف رائع، جميل 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 بمجهود فردي عندما تعجز. عبد الاريكي بلينا يلعبها، هدف ثاني، هدف ثاني، ديا 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 ياتي بالحل لسالرنيتانا ويترجم الافضليه في الربع ساعه الاولى من هذا الشوط الثاني. هدف ملعوب، لعبت الكره سريعه من الركله الركنيه، فيلين لعبها أرضية والمتابعة حضرت من اللاعب دياس. باندينيلي أمامية باتجاه لامرس، لامرس لامرس مساحة، هدف التعادل، هدف التعادل لفريق إمبولي. لامرس يسدد، تصطدم الكرة وتباغت الحارس لويجي سيبي عكس مجريات الشوط الثاني. فريق إمبولي يعود من بعيد عن طريق اللاعب لامرس، وصلت الكرة، كان هناك مساحة للتسديد، سدد، اصطدمت بالدفاع.